أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج حروف يوم معطر بحضوركم أمام الشاشة لمشاهدتنا. نسعد بأن نكون معكم طيلة أيام رمضان الكريم، ونفرح حين تتعزز بيننا أواصر اللقاء لنجول في عالم من الأسئلة والأجوبة بين فريقي البرنامج في برنامج حروف. نشكل معا لوحة جميلة من التواصل بين الحروف التي تصبح كلمات تنبض بتوقنا، ونجعل يومكم غنيا بالمحبة والسرور. إلى الفريقين الأخضر والأحمر لنرى من سيفوز في حلقة اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع متسابقين من الفريق الأخضر جدد، أما الفريق الأحمر ليسوا غريبين على هذه الجولات وهذه الحلقة. كيف حالكم؟ الحمد لله، إن شاء الله طيبين. خير. نتعرف على الفريق الأخضر. نايض حماد الرشيدي. نايض حماد الرشيدي. ونعم عليكم. ياسر محمد فلاتة. ياسر محمد فلاتة، حياكم الله. الله يبقيك. طيب نتعرف على الفريق الأحمر ونذكر المشاهدين بأسمائكم. عيسى هلال الصايغ. عيسى الصايغ. عواض العصيمي. عواض العصيمي. طبعا نذكر المشاهدين وأنتم أيضا، 2500 ريال حصد الفريق الأحمر على هذا المبلغ في الحلقة السابقة. الفريق الأخضر زملائكم متعدينكم ب 2500 ريال، بإمكانكم أيضا أنكم تتعدونهم تحصلون على مبالغ أكثر وعلى نقاط أكثر. إذا نبدأ نقول بسم الله. توكلنا على الله. مخرج علي، الحروف والأرقام. نبدأ الآن برقم 5، حرف القاء، ويقول قطب جد هي مجموعة لحروف القلقلة. أحسنت الفريق الأحمر. تختار معنا حرف أو رقم. عواضة. أي نعم، عواضة. حرف الخاء. حرف الخاء يقول ماذا يسمى العرب، أو ماذا يسمي العرب صوت الخيول المسرعة والسريعة؟ تفضل. صهيل. هذا صوت الخيل بحرف الخاء وليس بحرف الصاء، ركز شوي. ماذا يسمي العرب صوت الخيول المسرعة؟ خنين. جيوش، خيول مسرعة. نغير السؤال والجواب. خبب. من هي أول سعودية تصدر ديوانا؟ خلود. بحرف الخاء، ليست خلود. الفريق الأخضر عندكم جواب؟ طيب، خديجة الشنقيطية. ونغير السؤال. نوع من أنواع الحلي يوضع في قدم المرأة للزينة؟ خلخال. خلخال، أحسنت الفريق الأحمر. تختار معنا حرف أو رقم يا عتيبي. حرف الجيم. حرف الجيم، ويقول أين ولد أول طفل أنابيب عربي؟ أول طفل أنابيب عربي وين كان هذا المكان؟ جدة. في جدة، أحسنت الفريق الأخضر. تختار معنا حرف أو رقم. 7. رقم 7، ويقول في حرف الهاء هو رفع الصوت وتردداته، ويطلق على صوت الموج. هرتز. خطأ، ويطلق على صوت الموج وصوت المحرك وغيرها. هدير. صح، هدير. أحسنت الفريق الأحمر. تختار معنا حرف أو رقم. رقم 2. رقم 2، ويقول حرف اللام الهارب من بلاده إلى بلاد أخرى. لجوء. الفريق الأحمر. نعم. لاجئ. أحسنت. حرف أو رقم. رقم 9. رقم 9، ويقول هو تحريك الشيء بشدة وقوة. تفضل. إزاحة. لا، هو بحرف الزين. هو تحريك الشيء بشدة وقوة. جدا سهل، كثير نسمع. لا، أنت
عندك جواب؟ بقوة إيش؟ هو تحريك الشيء بشدة وقوة. عموماً الجواب هو زعزعة. ونغير السؤال، ما الشيء الذي يخرج من الماء وإذا أتى عليه الماء هلك؟ يخرج من الماء. ملح. الملح، أحسنت. الفريق الأحمر. الفريق الأخضر شلونكم؟ والله نحن مركزين. ها؟ نحن مركزين. ليش ما أنت مركز؟ توتر والأشياء. لا لا تتوتر، بالعكس. نعم والله. إحنا في الجولة الأولى، لازم تأخذ على الجو، لازم تشوف الخلية اللي موجودة الآن على الشاشة وتركب الأرقام وتركب الحروف. ها؟ ركز معنا. إن شاء الله. يلا 100 ريال ترى دي ما تسوي شيء في الزمن ذا. طيب. ما الشيء الذي خرج، عفوا نختار معك حرف الرقم، حرف الراء. حرف الراء. سيباوي هو لقب إمام النحاة، وهي كلمة فارسية تعني رب. لا سهل لكم، هي رائحة شيء. ريحان. خطأ، هي رائحة التفاح. ونغير السؤال، بما أهلك الله عاد قوم هود عليه السلام؟ الريح. ريح صرصر عاتية، أحسنت. كفو. ضاعت ثقة، ما عاد في ثقة. ليش ما إيش دعوة؟ توتر. لا لازم لازم تخش أنت، أنتم الآن برا الجو أساساً. لازم تخشون في الجو. طيب. إذا أعزائي المشاهدين، 3100 ريال للفريق الأحمر. نكمل معكم بعد هذا الفاصل الجولة الثانية، كونوا معنا. جاهزين؟ ها؟ جاهزين. طيب نبدأ معاكم الآن. تختار وش حابين، نبدأ بحرف ولا رقم؟ كالعادة نبدأ برقم 3. نبدأ برقم 3؟ طيب ولا يهمك، نبدأ بحرف الشين. حرف الشين، ويقول من الطيور حسن الصوت، صوته جميل. بحرف الشين، ولقب لفنان. الشادي. تفضل. فنان. أبا أسهل لكم، لقب لفنانة، فنانة مغنية لبنانية تبدأ بحرف الصاد. شحرور، أحسنت. الفريق الأخضر أو شحرور. إذن نختار معكم الآن حرف أو رقم. حرف السين. حرف السين، ويقول امرأة سعودية من أوائل جراحي أورام القولون والمستقيم، وأول سعودية تحظى بعضوية اللجنة العالمية لتحكيم أبحاث السرطان. سعاد. خطأ. سارة. إذن سمر بن جابر الحمود. ونغير السؤال، ما هي أقدم حضارة في تاريخ البشرية؟ سومرية. سومرية، أحسنت. الفريق الأخضر. والله القلابي ماخذ شغلة. ها؟ طيب تعطينا حرف أو رقم. رقم 6. رقم 6، ويخفي لنا حرف الدال من أسمائه الحانوت أو المتجر. بحرف الدال، متجر أو حانوت يسمونه بعض الدول العربية حانوت. دكان. دكان، أحسنت. الفريق الأخضر. تختار معنا حرف أو رقم. حرف الفاء. على فكرة بس رح أذكرك بشيء، يعني من باب المساعدة، ترى أنت قاعد تمشي خطأ في بناء الخلية. أوهو. عارف يعني الآن أنت لازم تربط الأخضر بالأخضر. أنا رايح لهم يعني. أنت رايح ما أدري تعزمهم. عارف. أجل غير. غير. غير أنت. يلا. حرف الياء. حرف الياء، ويقول صورة مكية. ياسين. تفضل. ياسين. ده نكمل السؤال للفريق الأحمر. سورة مكية أفردت الحديث عن نبي واحد دون غيره، هي سورة يوسف. يوسف عليه السلام، أحسنت. تفضل. رقم أو حرف. حرف الميم. حرف الميم،
آلة حربية استعملها الرومان لقذف الحجارة أو الذهب عن بعد. منجنيق. المنجنيق، أحسنت. الفريق الأخضر، حرف أو رقم تتفضل. حرف الهاء. حرف الهاء. موقع شهير على شبكة الإنترنت خاص بإنشاء بريد إلكتروني مجاني. هوت ميل. أحسنت. الفريق الأخضر، تفضل. حرف أو رقم. حرف الكاف. حرف الكاف. جائزة أفضل ممثل في أوسكار 2017 كانت من نصيب الممثل ليوناردو دي كابريو. خطأ. لو ركزت جاوبت بحرف الكاء. رونالد بحرف ايش؟ كيفن مارك. مين؟ كيفن. لا، خطأ، هو كيسي أفليك. نختار الآن، عفوا، نغير السؤال. تجويف طبيعي في صخرة أو جبل. كهف. هو الكهف. أحسنت. الفريق الأحمر، تختار معنا حرف أو رقم. حرف الذال. حرف الذال. ويقول نبي ورد اسمه بالقرآن الكريم. ذنون. خطأ. السؤال، نبي ورد اسمه بالقرآن الكريم. ذنورين ده لقب. انتهى الوقت. هو ذو الكفن. تفضل. ذو الكفن. إيه، انت كنت ملاحظة عندك شيء؟ لا، خلاص. طيب، حيوان يتميز بالحنكة واليقظة والمكر. ذئب. أحسنت. الفريق الأخضر، اختار حرف. اي طبعا. حرف الفاء. حرف الفاء هو حرف حاسم. لا، مش حاسم، لسه باقي عليكم. من هو مكتشف جدول الضرب؟ من هو مكتشف جدول الضرب؟ ما فيكم احد يحب الرياضيات ابدا؟ يعني مثلي. طيب، مغصوبين عليها. لا. طيب، من هو مكتشف جدول الضرب؟ فرانس كالفن. أو خطأ. عندك جواب؟ فلويد. خطأ، هو فيثاغورس. درسنا. نغير السؤال. المشكلة أنه أكثر شيء كان يجيك بالرياضيات. طيب، بروز جزء من الأمعاء من فتحة جدار البطن. فتق. الفتق أو الفتق كما يسمى. أحسنت. الفريق الأحمر، تفضل. رقم أربعة وحرف الحاء. وسؤال لسبيكة، عارفين هذا الشيء؟ في حال إجابتك على هذا السؤال تحصل على سبيكة ذهبية إضافة إلى القيمة المالية للحرف. ما الشيء الذي وقف عليه جحا لكي يرى الهلال؟ حمار. أحسنت. الفريق الأحمر، مبروك يا شباب. طيب، إذن الفريق الأحمر 3500 ريال وسبيكة ذهبية. ما تبغون سبيكة؟ إلا طبعا. حرف الضاء. حرف الضاء. ويقول طبعا حرف الضاء حاسم لكم أنتم. حيوان من أسماء ولده شادن. ضبع. تفضل. ضبع. خطأ. عيد السؤال. ضبي. أحسنت. الفريق الأحمر، ينتقل معنا الفريق الأحمر إلى الجولة الثالثة ب 3600 ريال وسبيكة ذهبية. نكمل معكم الجولة الثالثة، ولكن أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل كونوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد في جولتنا الثالثة مع الفريق الأحمر والأخضر. نذكر المشاهدين والمتسابقين، 700 ريال للفريق الأخضر، 3600 ريال للفريق الأحمر، وسبيكة ذهبية ونقطتان.
إذن نبدأ معكم الجولة الثالثة، قد تكون الختامية للفريق الأحمر في حال أنتم فزتوا وتكملوا معنا إلى الجولة الرابعة. مخرجنا عطنا الحروف والأرقام. إذن نبدأ بحرف الدال، ويقول من أسماء الخوخ الدراق. الدراق، أحسنت. بس نكمل السؤال للمشاهد. من أسماء الخوخ، وهو نوع من الفواكه الصيفية ويكثر في منطقة بلاد الشام. الدراق، تختار معنا حرف أو رقم. حرف اللام. حرف اللام، ويقول مكتشف الطفيليات من أصل فرنسي، من هو؟ مكتشف الطفيليات من أصل فرنسي. طفيليات، ما عرفتوها؟ أي طفيليات، من مكتشفها يعني؟ ما نغير السؤال؟ جواب. الجواب هو لفرة. ناخذ سؤال ثاني. من هو اسم أول كائن حي يسافر إلى الفضاء؟ بحرف اللام. بحرف اللام، من هو أو من هو اسم أول كائن حي يسافر إلى الفضاء؟ ليوناردو. أو ما هو اسم أول كائن حي يسافر إلى الفضاء؟ نفس اسمه أو اللقب اللي مطلقين عليه. اللي عندك إيش؟ أعرف إن اللي هو قرد طبعًا، بس اللقب ليوناردو أتوقع. خطأ. هو لايكا. طيب نغير السؤال. ماذا تسمى لسعة العقرب؟ لدغة. لدغة، أحسنت. الفريق الأحمر، تختار معنا حرف أو رقم. حرف التاء. حرف التاء. حرف التاء، ويقول يستخدم في رؤية الأجسام البعيدة. تلسكوب. تلسكوب، أحسنت. الفريق الأحمر، تفضل. حرف الكاف. يرحمهم يا أخوي. ما شاء الله تبارك الله عليك الرشيدي وفلاته مرة يعني. المجلس التشريعي الذي تصدر منه القرارات في الولايات المتحدة الأمريكية. الكونغرس، أحسنت. الفريق الأحمر. حرف الشين. والله يا أخي ما ودك تطلع فوق كذا يعني بصراحة. شوي ها رحمتهم والله. والله هذا تنافس. والله إنه طيب. تفضل. نمشي دحين. حرف الشين. نعم. حرف الشين، ويقول أكمل. هذا مثل عندنا احنا اهل البادية كلكم تعرفونه. طيب اهل مكة هدرة بشعابها. بشعابها، احسنت. عاد أهل مكة إذا سألتهم هناك قلت أبغى أروح من يمين ولا من يسار، قال لك يا رجال اسكت، أهل مكة درب شعبها. فهذا المثل دائما معنا. أنت يا أسر. طيب ليش كذا يا الفريق الأخضر؟ السرعة بس. ها؟ يعني في أسئلة نعرف أجوبتها بس السرعة. هم أسرع. المشكلة إنه أنت أسرع واحد. والله. مفروض إنك أنت أسرع واحد. متعودين عندهم خلفية. وأنت بعد يدك مرة حاطها على الزر، فمفروض إنك أسرع واحد. فكر قبل. ها؟ هم إحنا نفكر قبل نضغطهم، يضغطون بدنا نفكر. يعني أنت تفكر لهم؟ لا أفكر، يعني أفكر قبل أضغط الزر. طيب. هم عموماً وصلنا الآن إلى دائرة الضوء مع الفريق الأحمر. فيما تسولفون مع بعض ترشحون واحد يطلع معنا إلى دائرة الضوء. إحنا نطلع فاصل. ونرجع ونودع فريقنا الأخضر. تضرب مش الآن؟ شوفوا مستعجلين. لا لا. طيب أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إلى دائرة الضوء مع الفريق الأحمر. كانت مباراة حماسية ومثيرة، وكان فيها تنافس شديد، والحمد لله استطعنا أن نتجاوز هذه المرحلة بالنجاح والفوز. إن شاء الله نوصل النهائيات. المواجهة كانت شريفة في نفس الوقت ومحتدمة، وكان يحتاجها سرعة بديهة وتفكير أسرع.
وانتصر الفريق الثاني ونتمنى لهم التوفيق. الحمد لله، يعني في البداية كان في شوية صعوبة وكان في شوية تخوف. والله المواجهة كانت قوية جدا بيننا وبينهم، ولكن استحقوا الفوز. الهدف النهائيات قطعا، إن شاء الله نوصل النهائيات، هذا هو هدفنا. فكرة البرنامج من زمان معروف، وعادوا ولادته من جديد، ففكرة جميلة ورائع تنعرض في التلفزيون السعودي. الهدف ما تغير من البداية، هو أصلاً إحنا نطمح للنهاية، فإن شاء الله النهايات بإذن الله. إحنا مش تقصير، كان في عندنا نقص بس يعني شوية توتر عندنا، وكان عندنا ما في سرعة بديهة، يعني هم كانوا مستغلين هذه النقطة بشكل أفضل. إذن أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل في جولة دائرة الضوء. أنتم عندكم خبرة فيها؟ نعم، في دائرة الضوء. صحيح. الفريق الأخضر والله كنا نتمنى أنكم تروحوا معنا إلى دائرة الضوء، عارف؟ وترى على فكرة ترى شغلة جميلة دائرة الضوء، ولا يوصلها أي أحد. السؤال الأخير، أهل مكة أذرى بشعابها. أنا متعمد أمشي حبة حبة في المثل، متعمد أني أمشي حبة حبة في المثل. ليش؟ عندي شعور جواتي يقول أنه أنت بتجاوب عليه. الجواب معروف والله. صحيح. أنا أبغاك أنت أسرع واحد، حلو؟ حتى أنك تحصد غير 700 ريال أو أنك تنتقل معانا الجولة. بس أنت فيك توتر، أضرب يا أخي، والله أضرب. جرب ذا أضرب. لكن في الموسم الجديد أنا بجيبك هنا قبل الحلقة بشهور عشان تتمرن. طيب نكمل مع الفريق الأحمر دائرة الضوء، رشحت واحد فيكم؟ إن شاء الله أنا عوض. أنا إن شاء الله. يلا تفضل عوض. إذن دائرة الضوء يا عواض، الفريق الأحمر 4100 ذهبية في حال فوزكم. لا خلاص أنتم فزتوا صح؟ دائرة الضوء الآن، عفوا، في حال حصولك على كافة الأجوبة وربط الخلايا بألوانها مع بعضها بعض الآخر تحصل على سبيكتين ذهبية تضاف إلى السبيكة اللي موجودة هنا الآن معنا. إن شاء الله. جاهز يا عواض؟ جاهز إن شاء الله. بسم الله. بسم الله. تفضل. حرف السين. حرف السين، ومعك 60 ثانية. هي أجرام سماوية ذات مظهر منتشر غير منتظم مكون من غاز متخلخل. حرف النون. حرف النون، ويقول ما هي الحشرة التي تكلمت في القرآن وتنقل؟ نملة. النملة، أحسنت. حرف الخاء. حرف الخاء، من موارد الدولة الإسلامية. حرف الراء. حرف الراء، وهو يعني بيع الأموال بعضها ببعض. ربا. أو ربا. حرف الطاء. حرف الطاء، حالة الجو في فترة زمنية قصيرة. طقس. طقس، أحسن. حرف الكاف. حرف الكاف، ماذا كانت عاصمة الحبشة أثناء حكم النجاشي؟ حرف الشين. حرف الشين، طائر من الجوارح من فصيلة الصقور. شاهين. شاهين. حرف الغين. حرف الغين، في الحديد من من فراغ فليس منا. من غشنا. من غشنا. إذن انتهى الوقت، معك 4600 ريال وسبيكة ذهبية واحدة. تفضل معنا يا عواد إلى مكانك. أربعة آلاف وستمائة ريال سبيكة ذهبية، مبروك عليكم. نأخذ فاصل ونرجع الآن بفريق جديد معكم. طيب أعزائي المشاهدين، انتظرونا بعد الفاصل وفريق جديد ينافس الفريق الأحمر. الدافع لمشاركتي في هذا البرنامج انه اشارك زملائي بمعلوماتي
واستفيد وافيد منهم. والله ان شاء الله واثق باذن الله، وهذا يعتمد على الفريق المنافس برضه. طموحي انه ان شاء الله نفوز بالبرنامج ونكون جددنا معلوماتنا من جد فيها. الحمد لله كانت سهله وتوفقنا فيها، استفدنا من توتر الفريق الثاني وننجح في الوصول الى الجوله الثالثه. طموحي انه اوصل المراحل النهائيه ان شاء الله باذن الله وفوز بالبرنامج. والله الحمد لله، هي في البداية توفيق من رب العالمين، والفريق المنافس ما كان منافس قوي يعني في المباراة الثانية، الحمد لله يعني هذه العوامل كانت لعبة دور. دافعي إنه أنا أختبر معلوماتي وأسترجعها إن شاء الله. سوف تكون إن شاء الله مواجهة قوية، ونتمنى إن شاء الله نتعداها ونتجاوزها للوصول لمرحلة النهائية. أنا بإذن الله واثق إنه راح نوصل للمئة ألف بإذن الله. مع برنامج حروف نسعى للحصول على الألوف. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة جديدة أو جولة جديدة مع متسابقين جدد. شهر رمضان شهر كريم، فيه تتجلى الصلة بين العبد وربه، ويتواصل الناس فيما بينهم رحمة ومودة، ويوم بهيج كهذا اليوم يستحق أن نحتفظ بما نفعله فيه من خيرات دائما، ليكن يومنا حافلا بالعطاء. دعونا نذهب إلى عطاء المعرفة، الجزء التالي من حلقتنا من برنامجنا حروف مع المتسابقين، الفريق الأحمر والفريق الأخضر. الفريق الأخضر وهو جديد على هذه الفقرة أو هذه المسابقة، نتعرف عليكم. راني محمد سليم. ما أسمعك؟ راني محمد سليم. رانيا محمد سليم، من وين؟ من جدة. من جدة. سارة خلف العنزي من الرياض. سارة خلف العنزي من الرياض، حياكم الله. الفريق الأحمر 4600 ريال وسبيكة ذهبية حصدها في الجولات السابقة. الفريق الأحمر متقدم ب 4600 ريال وسبيكة، بإمكانكم تتعدونهم حتى بالمبالغ وبالنقاط وتفوزون معنا. نأخذ الآن الحروف والأرقام ونبدأ برقم 5. بي 1 الاسم العلمي لفيتامين، تفضل. فيتامين دي. بي 1 الاسم العلمي لفيتامين ثيامين. ثيامين، احسنتم. فريق الاخضر تختارون الان حرف او رقم. حرف الراء. حرف الراء، ويقول انبياء مكلفون بالدعوه. رسول. رسل، احسنتم. حرف او رقم. حرف اللام. حرف اللام، ويقول بمعنى هرب. لجأ. تفضل. لجأ. خطأ. لاذا بالفرار أو لاذا بالفرار، نغير السؤال. معجم لغوي ألفه ابن المنظور. لسان العرب. لسان العرب، أحسنت. الفريق الأحمر تختار معنا حرف أو رقم. حرف الجيم. حرف الجيم، حرف الجيم، ويقول قبيلة عربية من قبائل قضاعة يسكن معظمها في السعودية ومصر والسودان وفلسطين والأردن والعراق وقطر. قبيلة عربية من قبائل قضاعة يسكن معظمها في السعودية ومصر والسودان وفلسطين والأردن والعراق وقطر. جهينة. جهينة، أحسنت. الفريق الأحمر حرف أو رقم. حرف الباء. حرف الباء، ويقول الاسم القديم الذي كان يطلق على بائع الأقمشة والحرير. الوقت. خلاص. الفريق الأحمر. الاسم القديم الذي كان يطلق على بائع الأقمشة والحرير. الوقت. نغير السؤال. غير السؤال. نغير السؤال. هو بزاز. إذن حرف الباء، أين توجد جزر لانجرهانز؟ بولندا. خطأ. هي بالجسم أصلاً. أين توجد جزر لانجرهانز؟ عادي أجاوب. إذن راحت عليكم، هي البنكرياس. نغير السؤال. امرأة بريطانية تعتبر أول امرأة تقود طائرة الكونكورد. انتهى الوقت، هي باربرا هارمر.
باربرا هاملر. عملية تسخين السائل بغاض القضاء على البكتيريا. عملية تسخين السائل بغرض القضاء على البكتيريا. تفضل الفريق الأحمر. الفريق الأخضر. الجواب بسترة. ونغير السؤال. أي مدينة عراقية سميت بقبة الإسلام بحرف الباء؟ بابل. خطأ. بغداد. خطأ. هي البصرة. ونغير السؤال. ماذا تسمى الفرس الغير عربية؟ الفرس الغير عربية. ماذا تسمى الفرس الغير عربية؟ فريق الأحمر في جواب. فريق الأخضر ما فيه جواب. إذن تسمى ببردون. ونغير السؤال. كريات الدم التي تقوم بوظيفة إعطاء المناعة للجسم. بيضاء. بيضاء. أحسنت الفريق الأحمر. ونكمل السؤال. إعطاء المناعة للجسم ومقاومة الأمراض هي كريات الدم البيضاء. جميل أنك طلعتنا من الحرف. يعطيك العافية. العافية. طيب اختر حرف أو رقم. رقم 2. رقم 2. وحرف الخاء. محافظة سعودية تقع في شمال شرقي المملكة العربية السعودية على الحدود الكويتية. الفريق الأحمر. خفجي. الخفجي. أحسنت. تفضل حرف أو رقم. حرف الألف. حرف الألف. حرف حاسم. حرف حاسم. وكالة الأنباء التركية. أتاتورك. خطأ. بحرف الألف. الأناضول. ونغير السؤال. من والد يعني أبوه. من والد سيدنا إسحاق؟ إسماعيل. خطأ. إبراهيم. أحسنت الفريق الأخضر. قطع عليكم الفريق الأخضر. ها؟ طيب تختاروا معنا حرف أو رقم. تاء. حرف التاء. ويقول مدينة تقع في ألبانيا وتعتبر أكبر مدنها والاسم الأصلي لها طهران. مدينة تقع في ألبانيا وتعتبر أكبر مدنها والاسم الأصلي لها طهران. الوقت يمشي. 5000 ريال الفريق الأحمر، 300 ريال الفريق الأخضر. الجواب تيرانا أو تيرانا. ونغير السؤال. مبنى يستعمل في تسوية الخبز بحرف التاء. تنور. تنور. أحسنت الفريق الأحمر. رقم أو حرف. سبعة. سبعة. ويخفي لنا حرف الكاف. طبعا حاسب لكم وفي مجال أن الفريق الأخضر هم بعد يجي ويقطع عليكم. ملك دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تفضل. كسرى. كسرى. أحسنت الفريق الأحمر. إذن ملك دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تلقى كتاب النبي ومزقه وقال اللهم مزق ملكه. هو كسرى. إذن أعزائي المشاهدين ننتقل مع المتسابقين إلى الجولة الثانية ولكن بعد هذا الفاصل. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في جولتنا الثانية. 5200 ريال للفريق الأحمر وسبيكة ذهبية واحدة. نقطة أيضاً للفريق الأخضر. 300 ريال لا نقاط حتى الآن. إذا نبدأ الآن بلوحة الأرقام ونختار رقم أو حرف. أنا حاب أختار الآن من هنا. لا
نختار رقم 6 ويقول هي الخضرة التي تعلو الماء الراكد أو النهري. طحالب. طحالب أحسنت. تفضل حرف أو رقم. حرف التاء. حرف التاء ويقول آلة حربية كانت تستخدم في الدفاع عن المدن قديما. آلة حربية كانت تستعمل في الدفاع عن المدن قديما. كانوا يحطونها وشغلات أسوار المدينة. ها تبدأ بحرف التاء. ما عرفتوا؟ ترس. أحسنت. الفريق الأخضر حرف أو رقم. ثمانية. ويخفي لنا حرف الفاء عاصمة النمسا. فيينا. أحسنت. الفريق الأحمر. الفريق الأحمر ما شاء الله تبارك الله عليكم سريعين. طيب نبدأ بحرف أو رقم. حرف الميم. حرف الميم ويقول ما الشيء الذي لا ينتفع به أو لا ينتفع به إلا إذا وضعت إصبعك في عينه. إذا حطيت إصبعك في عينه منه فائدة، إذا خليته كده ما منه فائدة. منظار. حط إصبعك في عين المنظار شلون؟ فريق الأخضر في جواب. يستعملون النساء كثير. مرغز. هل مرغز اسم الشيء زي مغرز؟ إيه. خطأ. الجواب هو المقص. طبعا أنا أقصد في يستعملون النساء، أقصد في قص الأشياء وإلى آخرها وشعر وكذا، ولا الحلاقين أكثر منهم. طيب آلة تستعمل لإعدام إنسان بفصل رقبته عن جسده. مشنقة. استعملت في مشنقة. استعملت في الثورة الفرنسية لإعدام النبلاء. مشنقة. خطأ. الفصل ليس كالمشنقة. مقص. أدوني. تفضلي. آلة تستعمل لإعدام إنسان بفصل رقبته عن جسده. استعملت في الثورة الفرنسية لإعدام النبلاء. المشنقة ربط حبل. هذه قص. الجواب مقصلة. عندنا تقرير، نشوف التقرير مع بعض. مدينة من مدن جزر القمر تحتوي على الواجهة البحرية. أحد يعرف؟ مدينة من مدن أو جزيرة في حرف الميم. هي موروني. ونغير السؤال. الأغشية التي تغلف الأمعاء وتربطها بالجدار البطني. مخاطية. خطأ. فريق الأخضر. بستعيد السؤال. الأغشية التي تغلف الأمعاء وتربطها بالجدار البطني أو البطني. انتهى الوقت. هي المساريقة أو المساريقة. نغير السؤال. ماذا تسمى الميتة بالضرب؟ تفضل. مرجومة. الميتة بالضرب وليست بالرجم. راحت عليك. تفضل. متعدية. المتعدية. ايش هذا كذا المتعدية؟ ايش هذا كذا؟ لا هي الموقودة. ونغير السؤال. سباق العدي الطويل الذي مسافته 26 ميل. ماراثون. تفضل. ماراثون. الماراثون. الفريق الأخضر أحسنت. تختاري معنا حرف أو رقم. حرف الغين. حرف الغين ويقول معنى كلمة سخط. غضب. غضب. أحسنت. الفريق الأخضر حرف أو رقم. خمسة. خمسة. ويخفي لنا حرف الكاف. وكالة الأنباء الكويتية. وكالة الأنباء الكويتية. وكالة الأنباء الكويتية. كويتي.
الكويت. كويت؟ خطأ، فريق الأخضر. ما في إجابة. هي كونا. ونغير السؤال. صاحب كتاب الذخيرة في الطب بحرف الذاء. ثاء. عفوا، الثاء. تاء. ثاء. ثاء. الوقت، فريق الأخضر. إذن هو ثابت بن قرة. نختار سؤال ثاني. الفيلسوف الذي أطلق عليه لقب المعلم الأول. أرسطو. أرسطو، أحسنت. الفريق الأحمر. حرف الحاء. حرف الحاء. حرف الحاء. ويقول كيفكم بالرياضة؟ شاطرين. شاطرين. رياضة المصارعة تلعب داخل حلبة. حلبة، أحسنت. الفريق الأخضر. حرف أو رقم؟ حرف الهاء. حرف الهاء. ما يوافق نصف النهار في القيد؟ أي سؤال؟ ما يوافق نصف النهار في القيد؟ بحرف الهاء. ما في؟ طيب، هو هجير، يسمى هجير. نختار الآن سؤال جديد أو نغير السؤال. بحرف الهاء، ما هو أكبر محيط في العالم؟ الهادي. الهادي، أحسنت. الفريق الأحمر. إذن 5600 ريال هي الفريق الأحمر في الجولة رقم واحد، وسفيكة ذهبية واحدة. 700 ريال هي الفريق الأخضر. لازم تتحركون أكثر وأكثر. طيب، نختار الآن حرف أو رقم. رقم 2. طبعا رقم حرف الكاف حاسم لكم أنتم. نعم. بإمكان أيضا الفريق الأخضر أن يقطع عليكم. أديبة سعودية من أصول بحرينية جمعت بين الشعر والثقافة والفكر من أعمالها امرأة دون اسم. تبدأ بحرف الثاء وليس الداء. ثريا. ثريا العريض، أحسنت. الفريق الأحمر. إذن أعزائي المشاهدين، ننتقل مع المتسابقين إلى الجولة الثانية، ولكن بعد هذا الفاصل. ونكمل مع المتسابقين من الفريق الأخضر. 700 ريال الفريق الأحمر، 5700 ريال، وسبيكة ذهبية نقطتان. نكمل؟ جاهزين من أمس؟ جاهزين. يلا نقول بسم الله. نختار معكم حرف الصاد. ما هو اللقب الذي أطلق على رئيس الوزراء في الدولة العثمانية منذ عهد سليمان القانوني؟ في عهد سليمان القانوني أصدر سليمان القانوني لقب لرئيس الوزراء. الصادق. الصادق، خطأ. في جواب؟ ما في جواب. طبعا الصدر الأعظم، هذا هو الجواب. نغير السؤال وبحرف الصاد. ظاهرة اصطدام الصوت بحاجز ثم رجوعه مرة أخرى. صدى. صدى، أحسنت. الفريق الأحمر. أسمع صدى صوتك. طيب، تأخذ معنا حرف أو رقم. رقم 3. رقم 3، ويقول في حرف القاف، من الحشرات تصيب فروة الرأس. قمل. أو شعر الحيوانات. قمل. القمل. القمل، أحسنت. كفانا الله وإياكم شر القمل. يا الله. آمين. طيب، نأخذ معك حرف أو رقم. رقم 1.
حرف الواو ويقول ما هو ركن الحج الأعظم. تفضل الوقت. الفريق الأخضر. عموما انتهى الوقت وهو الوقوف في عرفة. أول باب في كتاب الفقه. كتاب الفقه. طهارة. الطهارة. أحسنت الفريق الأحمر. ما شاء الله تبارك الله. الأخضر طبعا 700 شكلها مرضية. ما أشوف أي حركة على قولة المخرج. طيب تأخذ معنا حرف أو رقم. ألف. 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 من مخترع الديناميت عام 1867 من الميلاد؟ من مخترع الديناميت عام 1867 من الميلاد؟ ما في جواب غير سؤال؟ غير السؤال. طيب ألفريد نوبل. ونغير السؤال. من القائل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب شوقي. الأولي من هو؟ أحمد شوقي. خطأ. الجاحظ. سهلكم. ايش قلت؟ الجاحظ. خطأ. والجواب هو أبو تمام. ونغير السؤال. ما المحيط الذي تطل عليه المغرب؟ محيط الأطلس. الأطلس. أحسنت الفريق الأحمر. في شغلة في الاختيار لكم كلكم. مثلا الآن ضغطت أنت مو لازم أنت اللي تجاوب. خلاص. عادي صديقك كونكم من فريق واحد. وصلت المعلومة؟ طيب. طيب. الأخضر أنتم لون المنتخب وإلى آخر ما تتحركون ولا 700 بس. الأسئلة صعبة أصلاً. ها؟ الأسئلة شوي صعبة. طيب نأخذ الآن حرف أو رقم. حرف الهاء. حرف الهاء. ويقول أول من نقش اسمه على الدراهم في الإسلام هو الخليفة. هارون الرشيد. هارون الرشيدي. أحسنت الفريق الأحمر. إذن أعزائي المشاهدين 6200 ريال وسبيكة ذهبية للفريق الأحمر وفاز معنا في هذه الجولة 3 مقابل 0. فريق الأخضر 700 ريال. تشرفنا فيكم. نراكم إن شاء الله في مسابقات ثانية والله يوفقكم في حياتكم بعد. عموما فريق الأحمر نطلع فاصل. نرجع من الفاصل نلقى واحد منكم طال معنا إلى دائرة الضوء. جاهزين؟ جاهزين. انزين أعزائي المشاهدين دائرة الضوء بعد قليل. من أول ما دخلنا المسابقة كان هدفنا نوصل الأدوار النهائية والحمد لله ما توفقنا لهذا الشيء. الحمد لله رب العالمين. التجربة كانت حلوة وممتعة. كان الفريق الثاني مبغتينا بالسرعة والحمد لله على كل حال. الحمد لله توفقنا للوصول للنهائي وهذا توفيق من الله عز وجل والحمد لله. إن شاء الله راح نحضر نفسنا أفضل المرات الجاية للنهائيات وأكيد هدفنا الوصول إلى 100,000 إن شاء الله. التركيز على السرعة. يعني الأسئلة كانت جدا سهلة. في أسئلة صعبة بس ركز على سرعتك. شاهدونا في النهائيات برنامج حروف. إذن أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. عدنا للفريق الأحمر في دائرة الضوء. عيسى ولا عواض؟ عيسى إن شاء الله. عيسى تفضل معنا. عيسى كيف حالك؟ حياك الله. جاهز؟ جاهز. طيب أنتم طبعاً عندكم خبرة بالموضوع والآن أنتم تنتقلون معنا إلى التصفيات النهائية فأكيد ما يحتاج أني أخبركم بأي معلومة. صح. نبدأ؟ نبدأ. بسم الله. بسم الله. يلا تفضل. حرف
حرف الفاء. حرف الفاء ويقول تسمى أنثى الحصان فرس. فرس. حرف التاء. حرف التاء. أطول القبائل في العالم قام هم هم قبائل. حرف الغين. حرف الغين. في الحديد من فراغ فليس منا. غشنا. حرف الخاء. حرف الخاء. من موارد الدولة الإسلامية. حرف الألف. حرف الألف. حدث رياضي دولي يشمل الألعاب الرياضية وينظم كل سنتين في السنوات الزوجية. أولمبياد. أولمبياد. حرف اللام. حرف اللام. من هو الكاتب العسكري البريطاني الذي نشر مذكرات رومل؟ حرف الطاء. حرف الطاء. حالة الجو في فترة زمنية طقس. قصيرة. طقس. أحسنت. حرف الحاء. حرف الحاء. بني الإسلام على خمس منها. حج. حج البيت. أحسنت. ما شاء الله تبارك الله عليك يا عيسى. ثلاث سبائك ذهبية و 6700 ريال. مبروك عليكم. مبروك عليكم التصفيات النهائية. الله يبارك فيك. تتفضل معنا يا عيسى مكانك. والله أني تحمست معك. انتهت حلقة برنامج حروف لهذا اليوم. آمل أن نلقاكم في الغد لنسعد بمتابعتكم لنا. في أمان الله.